السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ علي سونماز، مدرس مادة روكشا للصف الثالث الابتدائي. وصلنا أعزائي الطلاب إلى التمرين السابع، يدينجي إتكنليك وبوشلوك لرا ويكون نقطة لما إشارة لاريني كويونوس. إذن أبقلونا خلونا نحط إشارات النقاط المناسبة في الفراغات. إذن ممكن نحط إشارة استفهام، ممكن نحط إشارة تعجب، ممكن نحط فاصلة، وممكن نحط نقطة. فنحن على هذا الأساس شو بناسب الجمل راح نحط هاي الإشارة. إذن بوشلوك لراوي جن نقطة لما إشارة لريني كويو نص. إذن نقطة لما إشارة لريني مو يعني النقطة، لا أبدا، نقطة لما إشارة لريني يعني علامات الترقيم، بنسميها بالعربي نحن علامات الترقيم. نقطة لما إشارة لرينة يعني اللي هي السر إشارة إلام إشارة فيرجول ونقطة، هدول هنين علامات الترقيم اللي نحن أساسا أخذناهن ودرسناهن مع بعضنا. فنحن هلأ بدنا نبلش التمرين رقم 7. طيب نقرأ الجملة الأولى. أنقرة يا جيديجيك مسن. إذن أنقرة يا جيديجيك مسن شو معناتها؟ نحن شو صار هون؟ فشو راح نحط هون بهي الإشارة؟ نحن راح نحط هون إشارة استفهام. إذن أنقرة يا جيديجيك مسن، أنت بدك تروح على أنقرة، بدك تسافر على أنقرة، إذن فمنحط إشارة استفهام. إذن صاروا إشارتك كويا جاهز. طيب شانتا مضى. إذن çantamda kitap, defter, kalem ve silgi var. Şu bidna nhat. Çantamda kitap, defter, kalem ve silgi var. İzen rah nhat. Şu inna. İza kanu hek fi hiye ibara an mecmuat muradifat la kelime. Fenahna nhat virgül. İzen نحط فيرجول. طيب انتهيت الجملة شو بعمل؟ نحط نقطة. إذن شانتامدا كتاب فيرجول دفتر فيرجول قلم و سيلجي وار. طيب خلونا نشوف الجملة الثالثة. ترين سات كاشتا كالكاجاك. إذن ترين سات كاشتا كالكاجاك إيمت حينطلق الترين؟ بأي ساعة؟ فعم نسأل نحن، فنحن راح نحط إشارة استفهام. نصل للجملة الرابعة. بلانلي شالشان بشارر. إذن دعوات بالنجاح، شالشان بشارر، إذن بلانلي شالشان بشارر. إذن يلي بيشتغل بخطة بينجح. فهون هي عبارة عن جملة عادية فبنحط نقطة. طيب إذا جلدي يمك يدي أيدو، فبنحط فاصلة فاصلة نقطة. إذن إذا جلدي ويقول يمك يدي ويقول أيدو ونقطة. طيب إرجان چنار إجي سينمايا جيتي. إذن كمان فاصلة فاصلة نقطة. طيب وصلنا هلأ الجملة السابعة. أندر دونجو يدينجي و 2005. إذن أندر نقطة صفر يدي نقطة 2005 tarihinde doğmuş nokta. İzen نحن إلنا بعد الأرقام بنحط نقطة، فهذا تاريخ فنحط 14 نقطة 7 نقطة، وبآخر جملة بنحط نقطة. طيب الجملة الثامنة. أوكوما yarışmasında ikinci oldum. إذن بمسابقة القراءة أنا صرت الثاني. طيب
طيب خلونا نشوف مع بعضنا الجملة 9. يارن نيرده بولاشاجاز. إذا يارن نيرده في إشارة كلمة سؤال، فنحن بنحط إشارة استفهام. إذا نوصل للجملة 10. هافتاسونو تياترو يا جدرن، فبنحط كمان هذا سؤال، عم بقول له بآخر أسبوع بنروح على المسرح. يا شخصن تقدير ألدن، يا شخصن يعني يعيش، فهي بتعطي مثل النفاح وفرح وحماس، فبنحط إشارة شو إشارة تعجب، لام إشارة تقدير ألدن، فبناخذ نقطة. دور يولوجو، إذا انتبه في مسافر، إذا فبنحط إشارة تعجب. هي نحن نكون خلصنا هذا السؤال، وصلنا على التكنيك 8، وهو عبارة عن نكتب الكلمات بالأماكن المخصصة لها. وهيك بنكون خلصنا الدرس ووصلنا إلى السيرفيس لكم. هذا الدرس أنتم بتقرأوا لحالكم وبتتدربوا عليه. نحن وين وصلنا هلا يا أعزائي؟ وصلنا إلى تيما ديرلندرما تشالنج مصر، إذا لأسئلة الوحدة. إذا نحن وصلنا إلى أسئلة الوحدة. كوتشوك تشوتشوك و شكر كافون نوزو، شو معنى هذا النص؟ يعني الطفل الصغير ومطربان السكاكر. كافانوزو يعني مطربان أو مرطمان السكاكر. ف كوتشوك بير تشوتشوك شكر دولو بير كافانوزو نزا إليني دالدرد، إذا غمس أو دخل إيده ولد صغير إلى مطربان مليء بالسكاكر، إذا مليء بالحلوى. أزا كانت إتمدينداً أبو جنو شكرلر دولدردو، إذا وعباها لأخيرة إيده بالسكاكر. أما إليني دشاري تشيكمك استدين زمان كافانزون دار أصدان إلينين تشيكمدون قردو، إذا وقت هذا الشخص بده يطالع إيده من المطربان، كان فتحة المرطمان ضيقة فما حسن، فشاف إنه إيده ما عم تطلع. إليني شكر مميان و أوجندكي شكل لريدا كايبت مك استميان بو كتوك تجوك كتوك تهليني آلار كان براز أتدى كندسي سيردن ياسلو بير أدام أنا سيسلندي، إذن بيقولون هذا الولد يلي إيده على الآن بالمطرمان و ما بده يخسر الحلوى اللي مليانة بكفة ايده هذا الواد الصغير، فوصل لمرحلة سيئة وصار يبكي. فكان مين عم يشوفه؟ كان عم يشوفه رجل ختيار عم يراقبه من بعيد، اذا كان الرجل كبير بالعمر يراقبه من بعيد فاعطاه صوت، اذا بيرادام هنا سيسلندي يعني صرخ عليه او ناداله. اولم İlindeki şekerlerinin yarısını kavanozda bırak. O zaman elini kolayca çıkarsın. İzen abi illo anne ibni trok nusul hilu yelli bi idak fa idak bitahsin attala'a min almatraban bi suhule. Hilu كتير. هيك نص كتير جميل وكتير حلو. طيب هلأ bir ila 3 soruları metne göre cevaplayınız. İzen min vahid letlete cevabu ale min annas. Çocuk elini nereye daldırmış? Al ven el et ido la el velad el zir. İzen el cevap küçük çocuk elini şeker
kavanozuna daldırmış. İzen elit idu lelval zgir bi matraman es-sukkar au es-sekaker. İkinci soru, çocuğun 50 kavanozdan neden çıkmamış? Çocuk tüm avucunu şeker ile dolduğunu için 50'ni kavuzundan çıkarmamış. İzen leş lennu alil veled ma'abbi kil ido bi es-sekaker lehada es-sebab ma tlaet ido min el-matraman au el-matraman. Tayyip. Üçüncü soru, yaşlı adam çocuğa ne demiş? Cevap, ne demiş? Hanımın zagaşan şu tkun vatha. Yaşlı adam çocuğa elindeki şekerlerinin yarısını kavuzuna bırak, o zaman elini kolayca çıkarsın demiş. Hek allo allo anno. Trok nussa la li biidak fabtahsin ente tali iidak bisuhule. Tayyip. Haluna nşuf sual rakam 4. İzen sual rakam 4. Eyvah. Eyvah. Boşluk. Kitabımı evde unuttum. Boşluklara hangi şıktaki noktalama işaretleri gelmelidir? İzen gelmelidir. Tayyip. Haluna nşuf. Eyvah. من حط معقول من حط نقطتين طيب نحن نشوف هون انه غلط طيب نشوف الجي اول وحدة شو نحط من حط نقطة كمان غلط فمنلاحظ انه البي في الى اشارة استفهام فهاي هي الصحيحة اذا البي هو الصحيح اذا الجواب الصحيح هو الاشارة بي طيب Beşinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konur? Abi lunna min el-cümle bil esfel ayya cümle min el-cümlatiye min hat işaret el-istifham. Ona görünce ne yapacağımı bilmedim. İzen onu görünce ne yapacağımı bilmedim. Al abu lamma şiftu ana ما عرفت شو بدي أعمل هلا هي من حط لها إشارة استفهام ولا لا سرو إشارة كنون ما عجبه كنيو طيب خلونا نشوف البيت هوا بوجن çok güzel إنسان عم يقول الهواء اليوم كتير حلو طيب منافضان ne aldın إنسان منافضان ne aldın? Şu akadet min el bakkale. İzen şu akadet min el bakkale. Tayyip hella nahni safi anna 3 cümel. Min ayya cümle min hattullu işaret el istifham. Soru işareti neyde konacağız? İzen el cevab huve min? El cevab huve ce. Leş? Lennu hada sual. Sealna manfadan ne aldın? Şu akadet min el bakkale. Fe hon nehne min hat işaret el istifham. Tayyip. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin eş sesli vardır? Al. Eyye kelime min edol el kelimat illi bil esfel ila muradif sauti. İzen el muradif as sauti. Bal ve dal ve su. İzen من الكلمات التالية يلي بالأسفل إلى مرادف صوتي إذن الجواب خلونا نحط غير لون من الأحمر الجواب هو ضال إذن ضال إلى حاس تشابه صوتي أو مرادف صوتي طيب يديج سرو بالونlarda verilen cümlelerdeki olayları oluş sırasına göre numaralandırınız. İzen abi onunla rakmu el
البالونات على حسب المعلومات المعطاءة أو على حسب الجمل فيران جملدكي أولايلاري حسب حوادث الجمل المكتوبة بكل بالون. فنحن علينا نعيد ترتيبها ونرتب الجمل بالبالونات. فخلونا نقرأ طيب الجمل. Dışarıda sarı bir kedinin dolaştığını gördü. İzen lait bir eşyare av barra dışarıda sarı bir kedinin otta safra abd etmişe. İzen ana şifit barra otta safra. Sarı bir kedinin yani otta safra. Ege av ece o sabah bir kedi sesiyle uyandı. İzen iyice fait sabah ala sot kutta. Mutfağa gidip dolaptan süt aldı ve kediye verdi. İzen rahat ala al matbah ve fethet al dula al khzane ve akhidet halib ve atutu ya ala al kutta. Hemen cama koşup dışarıya baktım. İzen rakıtet fawran ve tallaet ala şubbak. Fe nehne hella sar fi anna havadis. Fe nehne l'alina tertib. Fe min evvel tertib? Tertib el-evvel rakam 2. İzen min hat 2. Leş? Lennu evvel me fayet fayet ala sot utta. Fe min hu afda şi rahikun ba'da? Fe cevab 4. Leş? Lennu hemen koştu. Hemen cama koşu. İzen fe şan tutalli fe 2, 4, 2, 4. Hella mi rah tkun التالتي? Fe rah tkun rakam 1. Leş? Lennu hiye şafet itta. Fe هون نحط الرقم واحد فصار عندنا شيء هي الرقم 3 عرفناها مباشرة. إذا عرفنا الجواب مباشرة ورتبناهم ترتيب صحيح. طيب نقرأهم كيف صاروا. خليني أقرأهم. إجا الصباح بالكديس ليلة ويند همن جامع كشوب دشاريا بات دشاردا صار بالكدينين دولاشتون gördü mutfağa gidip dolaptan süt aldı ve gidiye verdi. İzen heyhiye al-ıssa kemre bi-el-tertib. Ve aizai al-tullab bikun hek nehne khatemna al-vahde al-telte ve vassalna ila dördüncü tema yani al-vahde al-raba ve milli kültürümüz. İzen sakafetna al-vataniye. İzen sakafetna al-vataniye. Milli kültürümüz يعني ثقافتنا الوطنية. ف إن شاء الله نكون حسنا نشرح الفصل الأول بشكل عام إن شاء الله بشكل جيد. إن شاء الله يكون ما قصرنا معكم. إن شاء الله يكون عند حسن ظنكم فينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.